طاهري واحد من اللاعبين تاع مولودية مراكش اللي ساهموا في الاحراز ديال الازدواجيه الثانيه على التوالي محجوب احبابك في كاس سبور. كيفاش تاتى انه بنادم يجيب اربعه الالقاب جوج هذاك العام وجوج في هذا العام؟ ما سهلاش. كيفاش تاتى القضيه؟ مرحبا اخ عادل، رمضان كريم على جميع متابعين كره اليد الساحه الوطنيه. اكيد انه تحقيق الالقاب ماشي بسهل بشيء سهل، يعني تيجي نتيجه عمل اراده ديال المكتب ولاعبين. كيف تعرف الجميع بانه سي محمد العمراني في الوقت اللي ولا على رئاسه نادي مولوديه مراكش كان خذا يعني عهد وحط واحد البرنامج انه نحرزوا الازدواجيه السنه الاولى. اشتغل في هذا لو سونس، هذا في هذا الاتجاه، قام بجلب لاعبين في مستوى، يعني كيف تعرف الجميع بانه جل اللاعبين ديال مولوديه مراكش لاعبين دوليين ولا لاعبين اللي لعبوا في المنتخب الوطني. اضافه على انه يعني كيف تيقول كاين 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 مجهودات، كاين واحد العمل اللي تيخلي الفريق انه يزيد لقدام. احراز ديال نادي مولوديه مراكش الازدواجيه السنه الاولى كان يعني كان ماشي بشيء صعب، ولكن الحفاظ على الازدواجيه المره الثانيه على التوالي فهو الاصعب. حاولنا هذا العام ان نكونوا مركزين اكثر، حاولنا نخدموا في هذا الاتجاه هذا. من بدايه السنه كان الهدف ديالنا كان واضح وبين هو الاحتفاظ بالازدواجيه. تمكنا باحراز لقب كاس العرش بفوز على نادي كبير اللي هو نهضه بركان. ومن بعد يعني جاء التتويج الثاني واللي كان هو في المخطط ديالنا هو الاحراز على البطوله الوطنيه في دوري مصغر اللي تقام بمدينه قلميم. الاشاره بانه اجراء هذا الدوري، هذا الدوري المصغر للبطوله الوطنيه في مدينه قلميم، هو يعني في حد ذاته نقطه حسنه للجامعه الملكيه برئاسه السيد محمد عمراني على انه نتواجد بديك الاقاليم الصحراويه اللي اقاليم غاليه علينا. صحيح انه موسم بالنسبه لنا كان هذا العام كان موسم متعب، يعني بدايه بكاس بطوله افريقيا في طنجه منذ شهر اكتوبر لحد الان. حاولنا انه في طيله الموسم اننا نجري ونتمشاو مع المعطيات ديالنا، اللاعبين لي بليسيور حتى الفاتيك. ولله الحمد تمكنا باش اننا نحرزوا. بقيتو مركزين حتى الاخر، وانا تيبان لي بحجوم انت كنتي مركز، خليتي التركيز جمعتي تقول لا واحد حتى البلاي اوف لانه كنتي مزيان في جوج ماتشات. القضيه هذه زعما كنتي مخليها حتى الاخر ولا شنو هو؟ لا هذا هو يعني كاين شويه عندي عنصر ديال الخبره، هو انه الانسان تيحاول انه يخرج الاهم في الوقت المهم، يعني في الوقت اللي تحتاج الفرقه واحد العنصر ولا جوج ولا ثلاثه. وهذا ما تيمنعش بانه يعني ما ينساش حتى شي واحد المجهودات ديال لا الحال جوزياس لا سي شامبورغي بلا سي اكيد انا الدراري كلهم ما حاضرين معنا، كلهم غنجيو نهضروا معاهم. محجوب غير نقول لك شنو الماتش اللي كان صعيب في البطوله؟ الماتش اللي حسيتي به بانه كان صعيب؟ كاع الماتشات يعني لا نهاية ديال كاس العرش ولا المقابله الاولى ديال الدوري المصغر كانوا صعاب بالنسبه لنا بزاف. علاش؟ حيت نهايه كاس العرش كيف تعرف الجميع بانه نهايه كاس العرش تيتلعب على 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 60 دقيقه، ما عندكش حسابات، ما عندكش يعني بزاف ديال فين تعوض. زياده على انه ديفي كبير، حيت بركان هو الفريق اللي فزنا عليه العام السنه الفارطه وهو اللي لعبنا النهايه هذا العام. يعني ما كنا بحال بتقول الاوراق كلها كانت مكشوفه. زياده على انه مدرب ديالكم سابق وبزاف د الحوايج تجمعوا فيها. اكيد انا المدرب اللي كان معنا هو اللي من هضره بركان، يعني كان 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 تحدي اكبر، مي ولله الحمد تمكنا. كانت النتيجه مزيانه والحمد لله انه يعني حققتوا الكره ديال مراكشيه كاس العرش واحد اخر، بطوله واحده اخرى. شكرا لك محجوب بزاف، كنتمناو لكم ان شاء الله الثالثه العام الجاي ان شاء الله، وشكرا لك بزاف. شكرا سعدي. هشام ناصر واحد من اللعابه تاع مولوديه مراكش اللي ايضا كانوا مساهمين في الاحراز ديال الفريق لكاس العرش والبطوله. كان داكشي صعيب هشام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكركم على الضيافه هذه اللي جات عندنا حتى للوطن هنا باش تشوف. انتم ابطال خصنا نجيو عندكم. شكرا اللي جات هنا باش تواكب هذا الفريق وتشوف كما كتشوف لي كوب اللي عندنا دابايا. وهادشي جا عن طريق سنه شاقه بالتمارين. كنشكر جميع اللعابه اللي من البدايه ديال البطوله حتى لاخر البطوله كانوا الهدف ديالهم هما انهم يلعبوا البلاي اوف ويلعبوا على الادوار الطلائعيه ويلعبوا الفينال، وداكشي اللي كانوا وحالفنا
حالفنا لحدو الانسان ربح. المهم هو انك في الاخر العام تدي شي حاجه ما تيبقاش داك كل شيء تيهون، لانه مادام انك تربح في الاخر تاخذ لا كوب صافي كل شيء تنسى. انا اللي بغيت نسولك انت هشام بالضبط، انت في المباراه الاخيره ضد الرابطه يعني كي دخلتي البيدانتي الاول جات الكره في راس الحارس بلقاضي اللي كان متالق حمراء، واش صعيبه شويه؟ كان صعيبه شويه في الدقيقه الاولى، واحد كيكون كيتسنى داك الفينال باش يلعبوا وتحت لي فرصه باش ندخل مع الدراري، ولكن الاربيط شاف انه خاصو يعطيني بطاقه حمراء واخا ظلمني انا الكارديان مشال. واحد القنص هو كيقول لك القانون خاص الكارديان يكون ستريك يكون بلاصتو تجي في الكره ديك الساعه دي تكون بطاقه حمراء، ولكن القرار التقديري ديال الحكم ربما حنت عارفين هشام ناصر تبارك الله التسديدات ديالو يعني ما ساهلينش جات له الكول فراسو وقالوا راه نيشتي عليه هذاك الشيء اللي كتاب، والحمد لله على كل شيء. الحمد لله هشام يعني الكاس العرش البطوله دابا غيولي ثقيله ثقيله بزاف، انك تبقى هاز كاس العرش وتحافظ عليهم. وهذا كيخلي جميع الفرق انه دابا اي فريق كيلعب مع المولوديه وانه كيدخل كيلعب 200% ماشي 100% باش يربح. الفريق اللي لحد الان عامين باقي يلاه عنده تعادل في عامين يعني كاع الماتشات ربحهم الحمد لله في البطوله الوطنيه، واي فريق كيلعب مع المولوديه وانه كيدخل باش يقولوا ان راه ربحنا المولوديه. باقي حتى شي فريق لحد الان مده سنتين من جاء الرئيس سمو محمد العمراني وجمع هذا الفيكشيف اللي كاين هنا في مراكش، الحمد لله باقي غاديين بواحد الطريق اللي مستقيم، وكنعرف كما كنعرفوا كيفاش نربحوا الحمد لله. كنتمنى لكم التوفيق هشام، نتمنى لكم مسيره موفقه. شكرا بزاف الحكيمي، انت يعني ساهمتي بشكل كبير في الاحراز ديال جوج الكيسان الكاس ديال كاس العرش والبطوله مع فريق مولوديه مراكش. هشام فين حسيتوا براسكم نتوما يعني صافي غادي توجوا بهاد جوج الالقاب؟ نبداو بكاس العرش، انت حسيتوا براسكم غتربحوا الكاس؟ كاس العرش ما تحسمات المقابله حتى لاخر ثواني، من ما حسمنا في اللقب حتى لاخر ثانيه من اللقاء، ان كنعرفوا نضات بركان سي مصطفى الشاب مدرب اللي هو اللي كان معاكم واللي ساعد الفريق ديالنا، انا خاصه هو اللي عاوني كبرز باش برز في كره اليد المغربيه، ونضات بركان فريق متمرس وعنده تجربه عامين حنا كنلعبوا معاه الفينا، وقبل ما نلعبوا معاه كان ديجا هو شامبيون دو ماروك دا الدوبل. يعني كانت بالنسبه لكاس العرش ما تحسن حتى الاخر، ولكن بالنسبه للبطوله يعني في البلاي اوف يمكن ربحتوا الثمارة تتبان القضيه ولا لا؟ شنو خلانا تهاونا في اللقاء الثاني ضد الرابطه اننا كنا داخلين رابحين الرابطه في الدين ديالنا وما كناش مركزين، الدليل على ذلك ان الرابطه كانوا خرجوا رابحين الشوط الاول، وتبارك الله على حارس هشام بلقاضي اللي كان سد مانع امام جوج اللاعبين ديال الفريق، و كنشكرهم من هذا المنبر وكنشكروا جميع اللعابه ديال الرابطه اللي الدوري مقابله في المستوى ومتعوا الجمهور اللي كان حاضر في هذاك اللقاء. كاين الشوط الثاني شفنا الاداء ديالكم تبدل في الجوله الثانيه، كان العزيمه عندنا اكثر منهم وكنا حنا موتيفي بليس منهم، لاننا حنايا الفرقه اللي ربحنا دوبلي السنه اللي دازت وعندنا كاس العرش، خاصنا نبقاو ديما حنا في المقدمه ديال القطار ديال كره اليد المغربيه، ما خاصناش نقبلوا بالهزيمه. يعني رجعتوا في الماتش، رجعنا في الماتش بالاكسبيريونس ديال اللعابه اللي عندنا، واخا كنا شي لعابه ما كناش في نهارنا، ولكن الاغلبيه لا سي سلام لا خالد الفيل اشرف عدلي الحارس ديالنا جوزياس ولا منير، يعني الدراري كلهم يعني كلهم كانوا في المستوى ديال خالد قصي اللي مع الذكر انه ما لعبش بزاف ديال المقابلات هذا العام، ولكن جا اللي تروا ماتش ديغني ساعد الفريق 100%. انا كنشكره من هذا المنبر لانه هو اللي انا كنحمل المسؤوليه، هو اللي ربحنا بهذا لي دو فينال، وعاوتاني كنشكر السيد الرئيس اللي عاوننا ووفرنا الامكانيات باش نكونوا في احسن الظروف باش نحصلوا على البطوله. شكرا هشام، نتمنوا لك التوفيق. زكي تاكتي زكيتي في هذاك الماتش الاخراني وانت تنوض بديتي هاك بالك وحده تبع اخرى. هشام الماتش كان صعيب ديال الرابطه، نهضروا على ماتش الرابطه كان صعيب. في الحقيقه من بعد الفوز ديالنا بالمقابله الاولى ضد فريق وداد سمارة كانت مقابله بالنسبه لينا سهله، علاش؟ حيت دخلنا من الاول المقابله مركزين بغينا نفوزوا، بغض النظر على الفريق الرابطه اللي خسر الماتش مع وداد سمارة بفارق كبير، فارق 10 اهداف، دخلنا المقابله بحال كنقولوا مديرين الفرقه الاخرى في كروشنا شويه وما كناش مكونسونطرين من الاول، دخلنا تعطلنا في اول المقابله، ولكن من بعد بفضل المجهودات تاع المدرب وداكشي اللي قال لنا النصائح ديالو
حاولنا نطبقوها في المقابله وجاب الله التيسير. يعني الشوط الاول كان صعيب ولكن الشوط الثاني رجعتوا فيه بقوه. واش هذا رجع للخبره ديال الدراري ام انه المدرب يعني عاود جدد التركيز فيكم نتوما، ولا حنت الدراري عندهم خبره رجعوا وقت ما بغاو رجعوا في الماتش؟ ما يمكنش حنا نكرو المجهودات تاع المدرب اللي كيعطينا نصائح مفيده في المقابله، واضافه الى تجربه تاع اللاعبين ديالنا اللي معروفين. عندنا شي 6 العناصر في المنتخب الوطني، لاعبين لعبوا لاعبين اخرين لعبوا مع المنتخب من قبل، حاولوا يوفروا الخبرة ديالهم في المقابلة، واستطعنا نرجعوا في المقابلة والفوز بها في الاخر الحمد لله. تدي كاس مع بركان في مباراة صعيبة، وتعاود تجيب تدخل يعني في بلاي اوف مع وليدات سمارة اللي كانوا قراب من المدينة ديالهم الجمهور الى غير ذلك، والرابطة اللي جايين بانت بانه عندهم عزيمة خصهم يربحوا المولودية، صعيبة شوية. فريق الرابطة كيف ما كيعرف الجميع فريق كبير، فايز بالالقاب، فايز بالبطوله، فايز بالكاس، عنده كل المقومات تاع فريق يكون كبير. هو دخل المقابله باش يفوز، ما كاينش شي فريق يدخل المقابله باش ينهزم. داروا المجهودات ديالهم كامله، حنا بفضل الخبره ديال اللاعبين ديالنا حاولنا نتصو الضغط ديال الجمهور اللي كان تقريبا تيساندهم في جل الاطوار تاع المقابله، والحمد لله ربي وفقنا في المقابله واستطعنا نفوزوا بها في الاخر. تبارك الله عليكم هشام، وكنتمنى لكم التوفيق. دابا ولا الحمل ثقيل، جوج الكيسان وجوج البطولات، باقي تابع الثالثه والثاني ان شاء الله في الموسم المقبل. ديما كيما كيعرف الجميع الفريق اللي كيدي لقب البطوله او الكاس السنه المقبله ما كيكونش عنده شي هدف قل من البطوله والكاس. يعني العام الجاي غيكون عندنا عاوتاني واحد الثقل ديال الفريق الحامل اللقب، وخصو يدافع على اللقب ديالو ان شاء الله. كنتمناو نوجدوا السنه المقبله ونكونوا في المستوى عاوتاني السنه المقبله، ونديو الازدواجيه ان شاء الله. ان شاء الله. واذا ما كنتمنوا لكم هشام، شكرا لك بزاف. كارلا نوتر جوغ دو مولوديا، بيانفيني سيغ كاش سبور، اتر فانكور دو كوب دي ترون اي شامبيونا، سي دور نو؟ واي سي دور، سي لو فو دو ترافاي، لو ريزولتا نورمال سي سا. الوغ كيل اي لو ماتش دور دون لي دو فينال؟ Je pense que le match qui a été le plus dur, c'est le match contre le Rabita. Parce qu'on a été mené 2-1 à la mi-temps. Mais par rapport à notre expérience et l'individualité de tout un chacun et la maturité de certains joueurs, voilà, on a pu faire la différence et le score le montre à la fin du match. Ok, pour le match de la finale de Coupe du Trône contre le. De Berkan, c'était aussi difficile. Oui, c'était difficile. D'abord, c'est difficile parce que l'équipe de Berkan, on s'enfonce une fois dans l'année. Soit c'est la demi-finale de la Coupe ou du championnat, soit c'est la finale, comme cette année, finale de la Coupe normalement. Mais comme je disais, voilà, on a une bonne équipe, soudée, prêt physiquement. Voilà, on a pu montrer la différence. Mais donc on peut dire que le Mouloudia, c'est l'équipe imbattable dans le championnat marocain. Oui, je dirais oui, parce que ça fait quand même déjà 2 ans, avec autant de matchs, aucune défaite, juste un seul match. Je dirais que ouais, l'équipe imbattable. Ok, bravo Karl, et bravo aussi à votre coéquipier. On vous souhaite le mieux prochainement, Jardin. Merci. Je fais un big up à mes fans depuis l'école est faite, j'espère que vous me voyez. Ok. Allez, Josias, le grand gardien de Mouloudia, tu étais excellent au match, presque tous les matchs. Quel est le secret, Josias? Sinon que moi je ne pourrais rien dire au début. Si je ne félicite pas tous mes coéquipiers d'abord, je dirais mon secret, ça a été le fruit d'un long travail abattu. Ça fait 4 ans que je suis ici au Maroc et tout. Les clubs que j'ai fréquentés, j'ai toujours travaillé, tout le monde connaît un peu mon assiduité au travail. Mais cette année, avec la participation à la Coupe arabe et tout, le niveau a évolué, on a travaillé avec le temps. Tout le monde était à l'entraînement, Josias Parsi, Josias Parla. Et le fruit, on a vu à la finale. Surtout les deux finales, c'était top. J'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai joué sans complet, j'ai joué sans
sans beaucoup de comment dirais-je, j'ai joué sans pression, voilà, et le mot ça vient, jouer sans pression, et le public aussi, bon, je l'ai transformé comme à mon public, et j'ai joué comme si c'était à Marrakech, j'ai montré le, ce de quoi je suis capable. Ok, mais même le gardien, c'est a des responsabilités de plus sur tes épaules, Josias. Oui, avant le match, j'ai vu combien de fois tous les joueurs venaient vers moi me demander, Josias, s'il te plaît, tu as toujours fait la part des choses, on a toujours besoin de toi, cette fois-ci, il faut donner encore plus, on a besoin de 80%, 90%. Et j'ai dit devant le président, même j'ai dit, je ferai le maximum, puisque je ne suis pas en finale pour perdre, et je l'ai fait. Après chaque parade, on voit Josias fait des signes ici, des signes ici. C'est à qui ça? C'est oui, le président ou que, une autre personne ou à qui? Non, le signe que j'ai fait, c'est d'abord en premier lieu au Dieu Tout-Puissant, parce que j'ai fait ça et j'ai fait ça. Oui. Ça dit vraiment, c'est Dieu qui fait. Et après, je le tends vers le public qui me soutient. Voilà. Je dis, c'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Ok, mais tu étais excellent. Les matchs presque, tu as fait un grand rôle pour que les Mélodias avoir ces deux coupes. Je crois que tu es très fier de ça. Oui, ce trophée, vraiment, je le sens en moi et je le vis parce que j'ai œuvré pour ça. Et c'est mon rôle au sein de l'équipe, amener l'équipe au trophée. Et c'est ce que j'ai fait depuis 2 ans. Ok, bravo Josias, je vous souhaite très bonne chance. Merci. Tu peux ajuster quelque chose? Oui, ce que je vais ajouter, c'est que je dédie ceci pour tous mes fans, ceux qui m'ont supporté depuis notre salle où on s'entraîne en Pramit, que ce soit des supporters de n'importe quel club. Je vous dédie tout ceci et sachez que tant que le Rand ça vit au Maroc, on sera toujours là et on va toujours montrer le niveau. Inch'Allah, bonne chance. Bonne chance, Joseph. Merci. Inch'Allah.